بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في استئناف موضوعنا حول الكلاميديا. تكلمنا في المحاضرة السابقة على الكلاميديا تراكمات الصير وطائب A و P and C. اليوم حنتكلم على كلاميديا تراكمات الصير وطائب D to K. في نهاية هذه المحاضرة احنا حنشوف الديزيز اللي بتعمل اللي هي حنشوف الباثوجينيسيس للنون جونوكوكال يوريثرايتس ثم للانكلوجن كونجكتيفايتس، وحنعمل لاب دياجنوسيس والتريتمنت اند البريفنشن. اتفقنا ان الكلاميديا تراكوماتس سيروتايب دي تو كي بتعمل تو ديزيزز، النون جونوكوكال يوريثرايتس ثم الانكلوجن كونجكتيفايتس. تعالوا نتكلم عليهم بشيء من التفصيل. اول حنتكلم على النون جونوكوكال يوريثرايتس. بالتأكيد البكتيريا اللي بتعمله كلاميديا تراكوماتس دي تو كي وينتقل سيكشوال ترانسميتد. هذا الديزيز سموه نون جونوكوكال يوريثرايتس لانه الاساس في الجونوكوكال بيكون كوزد باي نايسيريا، فسموها هنا ان ما فيش جونوكوكال، يعني ما فيش اللي هي الجرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، فسموه نون جونوكوكال يوريثرايتس. هنا لما يصيب الميل يحصل الاتي، يحصل انه الدسشارج ووتري دسشارج، بينما كان في الجونوكوكال كان بيرولنت دسشارج. طبعا اكيد ما دام ووتري دسشارج حيكون ليس بيرولنت. النقطه الثانيه انه حيكون ليس بينفول بعكس البيرولنت اللي كان في الجونوكوكال. النقطه الثانيه حيكون في ديسيوريا، لما يتبول الانسان حيكون في حرقه في البول. النقطه الاخرى والمهمه جدا وهي كاركترستيك ان الانكوبيشن بيريود حقه من اسبوعين الى 3 اسابيع، بينما كان في الجونوكوكال كانت من 2 الى 5 ايام. هذه واحده لو الشخص ده من الهيستوري انه يعني راح طريق الحرام قبل 3 4 اسابيع بتكون غالبا بتساعد في التشخيص، بالاضافه الى انه ووتري ديسشارج وكمان ليس بيرولنت. عاوز اذكركم بقضيه الجونوكوكال اللي هي الجونوريا واللي اتكلم عليها اللي هي النون جونوكوكال يوريثرايتس. شايفين كيف الديسشارج هنا ووتري ديسشارج بينما هناك كان بيرولنت ديسشارج، فهذه المين كاركترز. وتتذكروا يومها قلنا الناس اللي هم عندهم جنوريا ممكن لانه بيرولنت ممكن يكون معاه كلاميديا تراكوماتس اللي هي سيروتايب دي تو كي. طيب هذه النقطه الاولى انه حيحصل عمليه اللي هو النون جونوكوكال يوريثرايتس. في الميل كمان حيحصل ما نسميها بالابيديمايتس، بيحصل انفلاميشن في الابيديماس اللي هو بينقل بعمليه التيوب بتوين التستس اند الفاز ديفرنس، فبالتالي لو حصل انفلاميشن ده السبيرم مش هتقدر تعدي عبر الفاز ديفرنس وتؤدي الى ممكن تؤدي الى العقم. بالنسبه للفيميل، الفيميل ده البكتيريا اللي هي كلاميديا تراكوماتس سيروتايب دي تو كي هتصيب السيرفكس وهتعمل سيرفيسايتس، والمشكله فيها ان 70 الى 80% اسمباتوماتيك، يعني تخيلوا مراه مصابه وما تشعر باي اعراض، وبالتالي هي مصدر للعدوى. فبالتالي الديزيز ده لما يحصل سيرفيسايتس انه ممكن يروح الى الفالوبيان تيوب ويحصل انفلاميشن في الفالوبيان تيوب ويحصل ديزيز الشهير اللي بنسميه سلبنجايتس. لما يحدث سلبنجايتس ويحصل انفلاميشن في الفالوبيان تيوب ممكن يحدث حمل خارج الرحم ونقول عليه اكتوبيك بريجنسي، لانه حيحصل فايبروسيس وبالتالي ممكن يحصل حمل خارج الرحم نسميه اكتوبيك بريجنسي. في نقطة مهمة جدا احنا نسميها ريترز سندروم، وهي عبارة عن اوتوميون ديزيزز يحصل فيها كروس رياكتيفيتي. يعني كيف؟ يعني شايفين الكلاميديا تراكوماتس دي تو كي لما تجي الانتي بوديز هترتبط بها، الانتي بوديز نفسها عندها كروس رياكتيفيتي مع الاي، وبالتالي حتعمل ديزيز اللي بنقول عليه يوفيتايتس، وكمان في كروس رياكتيفيتي مع الجوينت وحتعمل ارثرايتس، وكمان في كروس رياكتيفيتي مع اليوريثرا وحتعمل يوريثرايتس. فبالتالي الرايتر سيندروم هي عباره عن 3 مانيفيستيشن، ان في يوفيتايتس وفي ارثرايتس وفي يوريثرايتس. يوجوالي دول بيكونوا مصاحبين دول بالاتش ال اي بي 27، بمعنى الناس اللي هم عندهم الاتش ال اي بي 27 وتعرضوا للنون جونوكوكال يوريثرايتس اللي هي كلاميديا سيروتايب دي تو كي، ممكن يحصل عندهم الرايتر سيندروم اللي هي الاوتوميل ديزيز. هذا الديزيز الاول. تعالوا نشوف الديزيز الثاني اللي هو الانكلوجن كونجكتيفايتس. الانكلوجن كونجكتيفايتس ده معناها ان المراه الام مصابه وحامل وعندها الكلاميديا تراكوماتس سيروتايب، يعني عندها سيرفيسايتس، فبالتالي الجنين وهو معدي
في البيرث كانال حيأخذ الانفكشن وحينصاب في العين، لكن هنا الكورنيا مش حيحصل لها اي شيء، بالاضافه الى للانفكشن دي حيحصل هيلينج ويذ اوت سكار فورميشن، فبالتالي حينصاب الجين وهو معدي، وبالتالي مش حيحصل يعني حيحصل هيلينج ويذ اوت سكار فورميشن. هنا من في الجنين في الفيتاس في الفيتاس ده وهو معدي ممكن يحصل ديفلوب للاتي لابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. كيف؟ عن طريق ايش؟ عن طريق ان الانفكشن موجوده في الاي، فممكن تعدي عبر النازو لاكريمال داكت فحتوصل للفارينكس تعمل فارينجايتس، وحتوصل كمان للاوتايتس حتعمل اوتايتس ميديا. فبالتالي من هنا كمان من الابر ريسبيراتوري تراكت ممكن تنزل الى اللنج وتعمل اتيبيكال نيمونيا. هذه واحدة من الكومبليكيشنز بالنسبة للانكلوجن كونجكتيفايتس. الادلت ممكن ينصابوا بالانكلوجن كونجكتيفايتس ولهم طريقين. طبعا الطريق الاول انه يكون في سيلف انفكشن ثرو الجينيتال سكريشن، يعني في عنده سكريشن فهو للاسف يعني السكريشن دي جات في يده فنقلها الى العين فانصاب، او انه هو عنده سكريشنز فراح للمسبح فنزل السكريشن في المسبح والمسبح ما فيش فيه نسبه كلور بنسبه كويسه، جو اللي يسبحوا بعده اخذوا الانفكشن وانصابوا بالانكلوجن كونجكتيفايتس. هذه الطريقين بالنسبه للادلت انهم يحصل لهم انكلوجن كونجكتيفايتس وهي في النهايه مايلد انفكشن. التريتمنت طبعا تتراسايكلين دراج اوف تشويس بالنسبه لها كاوينتمنت دراج اوف تشويس. كيف نعمل لاب دايجنوسيس؟ سهل. اول شيء نعمل دايركت ديتكشن. الدايركت ديتكشن كالاتي، ناخذ السبيسمن اللي هي اليوريثرا ديسشارج طبعا اكيد كونتين سيل لانها اوبليجيت انتراسولر، او ناخذ من الاندو سيرفكس، او حتى ناخذ من اليورين لانه اليورين حينزل معاه اثناء التبول حتنزل كلاميديا تراكوماتس دي تو كي في اليورين. طيب ايش حنعمل لما ناخذ السبيسمنز دي؟ نعمل ستين بالجيمس ستين واسف بالجرام ستين، وحنشوف هنا حاجه بنسميها ما فيش جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي. اذا في ديسشارج ونعمل جرام ستين وما فيش جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، واحده معناها ان الديسشارج ده هو نون جونوكوكال يوريثرايتس. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه انه عاوزين نعمل ديتكشن للانتراسيتوبلازميك انكلوجنز، فنروح نصبغ بجيمس ستين ونشوف الاليمنتري بادي والريتيكوليت بادي في البلو في السيتوبلازم. وزي ما قلنا ليست بالسهوله ان واحد يكتشفها، عاوزه شخص اكسبرت عشان يعمل عمليه الجيمس ستين ويعمل ديتكشن للاليمنتري اند ريتيكوليت باديز. النقطه الاخرى ممكن ان احنا نعمل ستين بالاميون فلوريسنت، وحنشوف بالاميون فلوريسنت نشوف الريتيكوليت الاليمنتري بادي والريتيكوليت بادي بالاميون فلوريسنت، حتكون مور سبيسيفيك ذان قضيه الجيمس ستين. كمان ممكن نعمل ديتكشن للكلاميديا الانتيجين، وده زي ما قلنا من الاكسيديت او من اليورين، نفس الكلام اللي قلناه في الكلاميديا سيروتايب اي وبي وسي، ان احنا بنروح بنجيب الاكسيديت ونروح نحط عليه 5 دروبز عشان يتحرر الانتيجين ونعمل له انكوبيشن وبعدين نعمل بفر وبعدين نحطه في الكاسيت الكلاميديا. بالتاكيد زي ما قلنا الانتي بوديز هي اللي حتكون فيكسد هنا، لانه انا عاوز اعمل ديتكشن لانتيجين اللي هو في السبيسمن، يا نكتشفها بالكاسيت يا نكتشفها بالإلايزا. طبعا الإلايزا بالتأكيد هي more specific more sensitive. ممكن نعمل detection للدي ان اي سواء باي البي سي ار او نستخدم الدي ان اي بروب، حتى من اليورين ممكن نعمل عملية الدي ان اي بروب. النقطة التي بعدها ان احنا بالنسبة للنيونيتال نيمونيا، اذا حصل عند الطفل نيمونيا وبعد ما تعرض للانكلوجن كونجكتيفايتس نعمل ديتكشن للاي جي ام، التتر 1/3 على 32 يعتبر دايجنوستيك او اكثر يعتبر دايجنوستيك. طيب هذا بالنسبه للدايركت. كيف نعمل الطريقه الثانيه؟ نحن نعمل ايزوليشن للانتشو كلشر انتشو كلشر، وهي طبعا ما هيش روتين تيست لكن هي من ضمن انه كيف نعمل سيستميك لاب دايجنوسيس للكلاميديا تراكوماتس من دي تو كي. نعمل سكرابينج لليوريثرا اور السيرفكس، ونعمل زراعه على المكوي سيل عشان بعد كده نعمل ديتكشن للانكلوجن باديز في السيل كلتشرز، لكن زي ما قلنا ما هياش روتين تيست. النقطه الثالثه في الدياجنوسيس السيرولوجي. تخيلوا السيرولوجي هنا نقول نوت يوسفول في كل الجينيتال تراكت اللي هي كوزد باي كلاميدا تراكوماتس، ملوش معنى. ليش ملوش معنى؟ لانه سبحان الله الريبيتد اوف انفكشن للكلاميديا خلت هناك انتي بوديز بشكل كبير متوفر، فبالتالي
يعني للاسف كثير من الناس عندهم الانتي بوديز، فبالتالي ديتكشن الانتي بوديز ما عندوش معنى، خاصه في الجينيتال تراكت. النقطه المهمه والشيء نقول الناس عليها، اي شخص عنده سيكشوال ترانسميت ديزيز يعني الاذر سيكشوال لابد ان يكون في بالك، لانه راح طريق الحرام، وبالتالي اللي جاء بهذا الاورجانيزم ممكن يجيب اورجانيزم غيره من اللي بيعملوا سيكشوال ترانسميت ديزيز. طيب كيف نعمل تريتمنت اللي هي النونجونوكوكال يوريثرايتس؟ بالتاكيد ازيثروميسين يعتبر دراج اوف تشويس، دوكساسايكلين كمان يعتبر دراج اوف تشويس. النقطه المهمه جدا ونقطه للاسف مزعجه، انه لابد التو بارتنرز انهم ياخذوا العلاج عشان ما يحصلش ري انفكشن. وللاسف الشديد شيء محزن انه واحد يقول انه متزوج وكمان يروح طريق الحرام، لانه حتى لو تعالج السورس اللي هي عائلته موجود عندها، فحيظل ري انفكشن. فبالتالي اذا هو متزوج لابد نعطي التو بارتنرز عشان نعمل كومبليت اريديكيتد للديزيز. طيب كيف نعمل بريفنشن؟ بالتاكيد هذه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. كنت معكم فيما مضى في اللي هي كلاميديا تراكوماتا سيروتايب دي تو كي. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.